بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. اسرتي ايقونه في الكنيسه وانجيلي هو دليلي. وبنتعلم من سفر يشوع بن نون اصحاح 24 ايه 19، ايه جميله بتضع قدام عينينا وبتنور قدام عينينا نور مهم في حياه الاسره المسيحيه. ايه 19، قال يشوع للشعب: لا تقدرون أن تعبدوا الرب لأنه إله قدوس وإله غيور، هو لا يغفر ذنوبكم وخطاياكم. وإذا تركتم الرب وعبدتم آلهة غريبة فيرجع فيسيء إليكم. ونقف عند مفهوم أن الله إله قدوس وإله غيور. أنا وبيتي نعبد الرب ونحن ندرك في قلوبنا أن اللهنا إله قدوس وإله غيور. إله قدوس بمعنى الله قدوس ويدعونا للقداسة ويحب القداسة ولا يقبل غير القداسة. الأسرة المسيحية تؤمن أن إلهنا قدوس فتسعى أن كل حياتها بكل أطرافها وبكل مشتملاتها وبكل اتجاهاتها وبكل رغباتها وبكل اشتياقاتها تكون مقدسة. وأيضا نعلم هذا للأجيال القادمة ونعلمهم أيضا مبدأ أن إلهنا إله غيور. وإن كان هذا التعبير قد يبدو أحيانا غريب عن الأذن لكنه تعبير في منتهى العمق، لأن إلهنا إله غيور مع الأسرة ومع النفس المسيحية بمعنى أنه يسعى لأن يقتني هذا البيت لنفسه لذاته، يسعى إلى هذا، يسعى بكل الطرق. ربنا الله غيور بمعنى أنه الرب يسعى أيضا إلا أن تكون خاصته اللي هي الأسرة مقدسة، تحيا حياة كونوا قدسين كما إن أباكم الذي سماته قدوس، أنتم مدعوون لحياة القداسة. الله يغير والله غيور بمعنى إن ابتعادنا عن طريق الرب يسبب ألم لقلب الرب. الله يتألم عندما أولاده يبعدهم. الله لا يجبرنا على إن أنا نمكث في طريقنا معاه ولكنه يتألم لبعدنا لأنه أحبنا، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، وهكذا أحب الله العالم. الرب غيور بمعنى أنه لا يقبل أن يرانا في قبضة الشيطان ويبعت لنا باستمرار رسائل نصايح إرشادات دعوة للتوبة ودعوة للرجوع، لأنه غيور على علاقة ولاده بي وغيور على محبتنا لي. الله أيضا غيور بمعنى أنه لا مجال للتهاون في العلاقة مع الرب، بمعنى أني إذا أهملت في طريق الرب أنا هبعد عنه وهنفصل عنه، ولكن هو يسعى ولكن لا يجبرنا على الله يريد أن نسير في طريقه باختيارنا وبإرادتنا وبرغبتنا وباشتهاء قلوبنا لكي تكون طرقنا مقدسة في الرب باستمرار. إلهنا إله قدوس وإله غيور يغير على أولاده وبناته وعلى كل أسرة لتحيي حياة مقدسة حسب قلب الرب. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.